رياضة كتير حلوة حبايب قلبي، وأسعد الله أوقاتكم. مرحبا يا غوالي. أنا بعتذر كتير أنه صلي زمان ما نزلت مقاطع على اليوتيوب، بسبب أنه مشغول كتير، أعمالي بنهار وبالليل عندي تمرين، وبتعرفوا أنه أنا شغلي مدرب رياضة. إن شاء الله عز وجل بإذن الله مالي نسيان أنا، ولكن بس أجلت موضوع اليوتيوب لبعدين إن شاء الله. نرجع ننزل حلقات جديدة وننزل شغل جديد بإذن الله. ولا تنسوني من دعمكم يا غوالي، وشوفكم إن شاء الله، والسلام.